من أجل تحقيق التطلعات التنموية وفق المسيرة الشاملة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، تعمل اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على عدة ملفات ذات أولوية في إطار برنامج عمل الحكومة، وذلك من خلال الإشراف على تنفيذ خططها وتوفير كامل الدعم للجهات الحكومية المختلفة لتنفيذها وفق أعلى المعايير. القطاع اللوجستي كان له موقع هام ضمن المشاريع التي تتابعها اللجنة التنسيقية، لما يشكله من رافد هام يساهم في نمو عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية. القطاع اللوجستي الجهاز العصبي الذي يمنح البنية الاقتصادية حيويتها وقدرتها على مواصلة النمو. وبالنسبة لمملكة البحرين، فإن موقعها الجغرافي في قلب الخليج العربي منحها منذ القدم الاتصال المباشر مع أكبر الاقتصادات من حولها، ولذا واصلت البحرين تطوير إمكانياتها في القطاع اللوجستي بما يوازي حجم طموحها. طبعاً القطاع اللوجستي قطاع مهم بحد ذاته للاقتصاد البحريني، يساعد في نمو الناتج المحلي الإجمالي وأيضاً يخلق فرص عمل مجدية خاصة للبحرينيين، والأهم من ذلك أنه يمكن نمو القطاعات الاقتصادية الأخرى. لا يمكن نمو قطاعات مثل الصناعة أو السياحة وغيرها من غير وجود قطاع لوجستي متطور ذو كفاءة عالية فعالية عالية. اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عملت على متابعة هذا الملف ضمن إطار برنامج عمل الحكومة، خاصة وقد تم ضمه للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية إلى جانب القطاع المالي والسياحة والقطاع الصناعي وتقنية المعلومات. ولم تقتصر على التعامل مع التحديات التي قد تطرأ مثل العمل على انسيابية الحركة على جسر الملك فهد للشاحنات والمسافرين، بل ركزت اللجنة كذلك على ربط تطوير قطاع اللوجستيات بمبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، فاستدامة تطوير القطاع تعني تعزيز تنافسية موقع البحرين في جذب الاستثمارات وترسيخ العدالة عبر التشريعات والقوانين والإجراءات المساندة لنمو القطاع. ويشكل القطاع اللوجستي رافداً هاماً يدعم نمو قطاعات الأولوية الأخرى، كما تبلغ نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي 7%. اليوم موفمنت اللي هو حركة الأشخاص وحركة البضائع جزء مهم من تنافسية الدولة. لا يمكن الدولة تنافس في استقطاب الاستثمارات في مساهمة أو زيارة مساهمة القطاع التجاري المحلي في النمو إلا بوجود قطاع لوجستي متطور ومرن. اليوم حركة البضائع مثل ما قلت والأشخاص لابد أن تكون إفشنت، لابد أن تكون هي سهلة، تكون في أسرع وقت ممكن، تكون بتكلفة أقل تكلفة على المستثمر أو التاجر عشان يقدر ينافس وينافس الدول الثانية المجاورة. عملت اللجنة التنسيقية على البناء على مكامن القوة في القطاع اللوجستي، وجاء توجيه سمو ولي العهد بتشكيل اللجنة المعنية بالقطاع اللوجستي 2015 لتعزيز نمو ومردود القطاع. انعكس ذلك على تنامي أداء القطاع بصورة ملحوظة في المؤشرات الدولية. الحمد لله احنا نعمل على تطوير البنية التحتية في البحرين فيما يخص القطاع اللوجستي، نعمل على تطوير الكوادر البشرية، نعمل على تطوير العمليات والبروسيس خاصة على الحدود. الأخوان في الجمارك يقومون بجهد كبير. أعتقد وجود لجنة عليا بدعم وتوجيه سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد وفيها جميع الأشخاص المعنيين أدى الحمد لله في الآونة الأخيرة أن يكون قطاع اللوجستي له دور كبير في الناتج المحلي، يخلق فرص عمل كثيرة وأيضا يستقطب شركات كبيرة للبحرين. لو نظرنا للتحديثات التي طرأت على القطاع اللوجستي سوف نجد أن هناك عدة عوامل تم استحداثها. في شؤون الجمارك قمنا بعملية التخليص الإلكتروني، الدفع الإلكتروني والتخليص المسبق. بالنسبة للجهات الرقابية ومنها وزارة التجارة والصناعة وعدة وزارات أخرى، تم إلقاء القيود الموجودة على البضائع في حالة الاستيراد.
وهذه كلها عناصر جذب للاستثمار. وكثير من الشركات العالمية لما تأتي لأي مكان في العالم تبحث عن سهولة الإجراءات، ويهمها عنصرين رئيسيين وهما الكلفة وسرعة الإنجاز أو الوقت. ولأهمية القطاع حرصت اللجنة التنسيقية على تكامل ملفاتها وترابطها ضمن الإطار الموحد للأولويات الحكومية لمنح المزيد من الزخم لوتيرة الإنجاز. فعلى سبيل المثال تم تخصيص $1 مليار 13% من برنامج التنمية الخليجي لمشروع توسعة مطار البحرين الدولي. كما أثمرت متابعة تطوير منطقة البحرين اللوجستية من قبل اللجنة عن نتائج إيجابية، إذ نمت نسبة التأجير إلى 81% في 2017 بعد أن كانت 39% في عام 2015. وقد تمكنت من استقطاب أكثر من 10 شركات عالمية متخصصة في القطاع اللوجستي خلال عامي 2016-2017 بمجموع استثمار بلغ أكثر من 184 مليون، خلق قرابة 875 وظيفة. إضافة إلى هذه المنجزات، فالبحرين حافظت على ما أضفاه البحر عليها من مزايا الاتصال بمحيطها، فقد واصل ميناء خليفة بن سلمان تطوير موقعه ليكون من أسرع وأكفأ الموانئ في المنطقة. طبعاً وراء هذه النجاحات لابد أن تكون هناك أسباب. هناك إشراف مباشر من قبل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد من خلال رئاسته للجنة التنسيقية. ولله الحمد إحنا في مملكة البحرين هناك تفاهم بين الأطراف كلها، وشهدنا في عام 2017 نجاحات حققها مجلس التنمية الاقتصادي في جذب استثمار بسبب تطوير القطاع اللوجستي اللي حصل في السنتين الماضيتين. أعتقد خلال الفترة اللي راحت، خلنا أقول 18 شهر اللي راحت، تحقق الكثير في نمو، في جذب الشركات، في تسهيل عمليات الشركات الحالية، وأعتقد هذه يعزز مكانة البحرين كموقع مهم لوجستي في منطقة الخليج، ليس لخدمة السوق البحريني وإنما لخدمة الأسواق المجاورة وبالأخص المملكة العربية السعودية والدول الخليجية المجاورة. يستمر التطوير لمواكبة متطلبات التنمية وفق مستجدات العصر المتلاحقة، وكلما تم تحقيق شوط جديد من الإنجاز فإن ذلك يعني مواصلة العمل لبلوغ آفاق جديدة من الطموح.